لكن تبسعنا اي نار الحب طفيت في الروح مالك انت بردت حقيقة. حفل كان كتير حلو بس كتير كان صعب لأنه بتضمن فقرات كتيرة. كان الفقرة الأولى كلها تكريمات لشخصيات ثقافية وطبية وفنية، وأيضا كان عندنا فنانين شارك معنا الفنان سيف عامر وميرا ونجوم كردستان ستار، كان معنا أطباء مشهورين جدا، كان معنا يعني شو بدي أقول ما كان معنا، كان عروض أزياء، عروض أزياء كردية وعروض أزياء عادية. فالحمد لله كان حفل كتير حلو ونحن بنشكر حضوركم معنا دائما بكل المناسبات. انبسطت بوجودي هون بالاحتفال، كان كتير حلو، كانت الفعاليات كمان كتير حلوة، احتفال عن جد كتير انبسطت.